هنا بملعب كيغي بالعاصمة الطوغولية لومي سيلعب المنتخب الوطني يوم الجمعة المقبل انطلاقا من الرابعة مساء أول مباراة ودية لا خلال تربصية الأخير تحضيرا للكان بالطوغو أمام المنتخب الطوغولي المحلي بحضور الجماهير على أرضية ميدان تتواجد في وضعية حسنة ما سيسمح للعناصر الوطنية باللعب والتحضير جيدا لهذه الكان، خاصة وأن الناخب الوطني جمال بالماضي وصف مباراة الطوغو وبعدها البوراندي قبل التوجه إلى بواكي الإيفوارية بالمباراتين الهامتين للتحضير كما ينبغي للكان. عنا نردوان سوير شريف كمال لقناة الهداف.